برحب بكم في فيديو جديد. وكانون من فترة نزلت كاميرات الار 7 والار 10. النهاردة انا معايا الار 10، خلينا نتعرف عليها بشكل اكبر ونشوف الكاميرا دي موجهة لمين وايه هي امكانياتها. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم مصطفى مكرم. كاميرا الار 10 دي واحدة من الكاميرات الحديثة اللي نزلت في كانون، وزي ما انتم شايفين بتتميز بحجمها الصغير. وبشكل رئيسي الكاميرا دي موجهة لليوتيوبرز أو صناع المحتوى بشكل عام، وموجهة للفلوجرز لأن حجمها صغير بتقدر انك تلف الشاشة بتاعتها، وبتقدر كمان انك تركب لها مايك خارجي، فكل الامكانيات مساعدة انك تستخدمها في صناعة المحتوى. تعالوا نتعرف عليها بشكل اكبر. واكتر سؤال هيجي لي، الكاميرا سعرها ايه؟ بصوا، الكاميرا في وقت تصوير الفيديو تقدر تشتريها على 3 اشكال. تقدر انك تشتريها على شكل بودي بس من غير عدسات، وسعرها تقريبا 800 دولار، او انك تشتريها مع العدسة 1845 وبيبقى سعرها تقريبا 1000 دولار، او انك تشتري النسخة اللي معايا النهاردة دي واللي بتيجي بعدسة 1850 وبيكون سعرها 1250 دولار. الكاميرا بتيجي 24 ميجا بيكسل بمعالج ديجيك اكس، وبتديك رينج في الايزو من 100 ل 32 الف، واللي بيقدر يزيد معاك لحد 512 الف و5. ده للصور، واللي الفيديو بيوصل معاك ل 25600 بسرعة شاتر 1/4000 جزء من الثانية. وبتقدر تصور بالكاميرا دي هاي سبيد 15 صورة في الثانية، وده بيكون ميكانيكيا، او 23 صورة في الثانية وده بيكون الكتروني. فتقدر انك تستخدمها في التصوير الرياضي، وكمان هتلاقي الرو بيرست مود واللي بتقدر انك تصور 30 فريم بالثانية بس بيقلل شوية من الكواليتي. الكاميرا بتطلع لك فورمات رو 14 بت، وبتطلع لك السيرو ده الاصدار الثالث من كانون، وبتطلع لك الجيبك 8 بت، والاتش اي اي اف 10 بت. وبتقدر انك تصور بالكاميرا اتش دي ار تايم لابس وبانوراما، وكمان بتصور دبل اكسبوجر، وكمان بتقدر انك تطلع بيها لايف مباشر على يوتيوب. لو اتكلمنا بقى على تصوير الفيديو في الكاميرا دي، بتقدر انك تصور اوتو، تقدر انك تصور مانوال، تقدر كمان انك تصور اتش دي ار فيديو، بس ده بيشتغل على الفور كي بس. الكاميرا بتصور 4K 30 فريم او تصور 4K 60 فريم بس هيعمل كروب للفيديو، بس في نفس الوقت هيحافظ على خاصية التراكينج او تتبع الوش او الحركة في الفيديو. وبتصور فول اتش دي 120 فريم. والمميز كمان في الكاميرا الصغيرة دي انك بتصور فيديو لا محدود، يعني مش هيجي مثلا عند 30 دقيقة وبعد كده يوقف وبعدين ترجع تشغل تاني وتعمل ريك، لا انت هتصور لحد ما البطارية تخلص او الميموري تتملي، ايهما اقرب. تعالوا بقى نتكلم عن الفوكس في الكاميرا دي. الكاميرا دي فيها 651 نقطة فوكس بتغطي 80% من مساحة السنسور، وفيها التراك اي او تتبع العين الاصدار الثاني، وبتقدر انك تتبع العين، تتبع الحيوانات، تتبع العربيات لو بتصور عربيات، وكل ده بتقدر انك تخش على المنيو وتختار ايه اللي انت هتصوره بحيث يبقى هو له الاولوية في التتبع في حركة الفوكس. لو اتكلمنا بقى عن الماتيريال نفسها اللي مصنوع منها الكاميرا، فهي مصنوعة من مزيج من المغنيسيوم والبلاستيك القوي جدا اللي بيستحمل الصدمات، واللي بتقدر انك تصور بيها في درجة حرارة من 0 ل 40 مع رطوبة 85%. وزي ما قلت لكم ان حجم الكاميرا صغير، فده بينعكس على وزنها مع البطارية 430 جرام، وكمان مع وجود الشاشة اللي بقدر ان انا الفها 150 درجة بالشكل ده،
واللي بتيجي بمقاس 7.5 سنتي تقريبا 12.95% بوصة تاتش سكرين وفيها 1.4 مليون نقطة على الشاشة. لو اتكلمنا بقى عن العدسات، فالكاميرا بتستخدم عدسات الـ RF mount، بس تقدر انك تشتري ادابتور، وتقريبا لما بتشتري البادي بس بيجي معاه الادابتور في العلبة نفسها. اتأكدوا الموضوع ده لو عملتوا بحث على unboxing، لان البادي اعتقد بيجي معاها الادابتور. لو ما بيجيش بتقدر انك تشتريه، بحيث لو انت عندك عدسات الاف ماونت تقدر انك تستخدمها على نفس الكاميرا. فلو انت حابب انك تغير من الديسل ار اللي كنت بتستخدم عدسات الاف ماونت للار، هو اكبر عائق هيقابلك هو كان موضوع العدسات، بس تقدر انك تستخدم الادابتور زي ما قلت لك. بتقدر انك تستخدم مع الكاميرا الاس دي كارد وتقدر انك تركبها، بس من الحاجات الرخمه اللي ما عجبتنيش انا شخصيا موضوع ان الاس دي مكانه تحت جنب البطاريه. يعني انا من الناس اللي ما بفضلش ان الاس دي يبقى هنا، يعني انا مش عارف ليه هي اتحطت هنا، بس هي دي حاجه مضايقاني انا عموما. بس بشكل عام البطاريه موجوده تحت وجنبها الاس دي. والكاميرا بتستخدم بطاريات ال بي ال اي 17 ليثيوم، واللي بتقدر انك تشحنها بشكل مباشر عن طريق مدخل اليو اس بي تايب سي الموجود هنا. تقدر انك تشحن البطاريه وهي موجوده في مكانها عشان ما تضطرش تطلعها لو انت مركبها على ترايبود، يعني دي حركه حلوه. تقدر انك تشحنها كمان من باور بانك، لو عندك باور بانك قوي تقدر انك تشحنها منه. جاي معاها فلاش بيلت ان، بس يعني ما بنصحش بيه قوي يعني الا في الضروره، يعني مش اكيد مش هيبقى احسن حاجه، بس بتدعم انك تركب اي فلاش بيشتغل على كانون هيشتغل على الكاميرا دي. هي دي بكل بساطة النظرة المبدئية عن الكاميرا. ان شاء الله هطلع برا ونجربها مع بعض ونشوف نتائجها هتطلع عاملة ازاي. هتلاقوا الكاميرا موجودة في مصر عند اي وكيل لكانون، هتلاقي الكاميرا موجودة، يعني انت وحظك بقى حسب السعر ساقتها. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معاكم مصطفى مكرم.